إذن مشاهدينا الكرام، سنبقى مع التطورات السودانية، وانضم إلينا في الاستوديو الزميل والكاتب السوداني أسامة المصطفى. أهلا بك أسامة. مرحبا. أهلا بك أسامة. يعني بعد قرابة عقدين من الحرب الأهلية في السودان بين الشمال والجنوب، أخيرا مشروع السلام ولد وما زال في مهده، لكن ورغم أنه في مهده الآن يغيب أحد أهم أركان هذا المشروع السوداني وهو العقيد جرانج. فإلى أي مدى سيشكل غياب جرانج خسارة للمشروع مشروع السلام السوداني؟ في البداية تعازينا الحارة إلى عائلة الفقيد وإلى السودان كله، ويبدو أن السودانيين مكتوب لهم المآسي دائما. جرانج بكل المقاييس هو كان مكسب للسودان باعتبار أنه شخصية عالمية مقبولة في كل من المجتمع الدولي، استطاع أنه يكون يعني مناضل من أجل الإنسان السوداني بشكل عام، من أجل الإنسان السوداني المهمش، من أجل الإنسان السوداني في الجنوب، وناضل بقوة واستطاع أنه يصل للسلام اللي هو كان معضلة كبيرة في الحياة السودانية وسبب مآسي كل الشعب السوداني. وجرانج بكل المقاييس هو خسارة يعني للمشروع السوداني الجديد، مشروع السلام، مشروع السودان الجديد، مشروع الانفتاح السوداني. ولكن جرانج أسس قاعدة من القادة اللي يعني باستطاعتهم يقودوا المسيرة، وأعتقد أيضا الحكومة السودانية بنظرتها الجادة من أجل تحقيق السلام وتحقيق يعني رفاهية الإنسان السوداني أيضا سيلتزمون بالاتفاقيات يعني. طيب أسامة، بعض الأطراف الشمالية لم تبارك اتفاق السلام، يعني نذكر منهم حسن الترابي وأيضا الصادق المهدي، هناك أيضا سلفاكار نائب جان جرانج كان مختلفا معه في فترة سابقة، هل يمكن أن تشار أصابع الاتهام هنا إلى الأطراف التي عارضت جان جرانج؟ لا، إلى أنا في اعتقادي لا، المسائل هذه متروكة للتحقيقات، لا نستطيع ان يعني نوجه اصابع الاتهام لاي جهه، لانه السودان بشكل عام في الان في مرحله كل الاطراف يعني تمسكت ببصيص الامل اللي كان اتى به جون جرانج، اللي هو السلام الحقيقي اللي كل الاطراف امنت فيه. فلذلك انا استبعد انه يكون في مؤامره، و ما علينا إلا أن نقبل بالتحقيقات، نتائج التحقيقات، لأنه المسألة لا تمر هكذا يعني. طيارة تحطمت ومات جون جرانج وانتهى الأمر، لا بد من تحقيقات. لا بد من الوصول إلى نتائج حقيقية، حتى أنه الشعب كله، الشعب السوداني في كل موقع، الشعب الذي استطاع أنه يلتف حول جرانج مع عودته ما راح يقبل بنتائج عادية يعني. طيب يعني إلى أي مدى يمكن اعتبار أن جرانج كان شخصية متفق عليها إن ليس من كل، على الأقل من معظم الأطياف السودانية؟ أي نعم، استطاع يعني إذا رجعنا إلى سيرة الحركة الشعبية وهي حركة جرانج، هي ليست حركة جنوبية فقط، نعم، إنما حركة سودانية. والدليل على كذا المستشار السياسي لجون جرانج هو الدكتور منصور خالد، وهو من الشمال. يعني تقصد أنها لا تقتصر على الجنوب؟ لا تقتصر على الجنوب فقط، هي حركة جامعة، وفي نفس الوقت جرانج استطاع أنه يستأثر بمحبة كل أو معظم الشعب السوداني، وهو كان جزء من التجمع الوطني المعارض، كان جزء منه، وهذا التجمع هو تجمع شمالي وليس جنوبي. فلذلك جرانج كان مقبول من كل الأطراف، يعني من معظم الأطراف في السودان. طيب أسامة، أشرت في كتابك المنعطف الصدر قبل عدة أشهر عن القضية السودانية إلى عناوين هامة مثل هل ينفصل الجنوب، هل الوحدة خيار، القبول للآخر مخرج للسلام. الآن وبعد مقتل جان جرانج ربما السؤال أكبر، كيف سيتأثر المشهد السياسي في رأيك؟ نعم، أنا أشرت أيضا في الكتاب على مسألة مهمة جدا، هي مسألة النوايا. إذا خلصت النوايا بعد اتفاقية السلام
راح يتحقق السلام تماما. وإذا لم تخلص النوايا فهي تبقى المعضلة، لأن كل يعني جهة لها أجندتها، وكل جهة تحاول تفرض أجندتها، وإذا لم تتنازل جهة عن أجندة ما مقابل القبول بالآخر فالمسألة راح تتقدم أبدا. طب يعني أسامة، لو افترضنا أن إلقاء مسؤولية أو يعني مقتل جون جارانج وتحطم الطائرة نسبوها إلى سوء الأحوال الجوية، لو افترضنا أن البعض رفض هذه النظرية، هل هذا يعني أن هناك اتهامات متبادلة ستطفو إلى السطح بين الأطياف السودانية، خصوصا بين يعني الحركة الشعبية وبين الحكومة السودانية؟ لا نأمل أو لا نتمنى ذلك، ولكن لا نتمنى، لكن نعم. من ناحية تحليلية، إذا نعم بالتأكيد إذا مثلا في جهة ما رفضت أن تقبل بهذا المعطى لا بد من أنه رح تتفجر مشاكل كثيرة، خاصة والمسألة ما زالت في بدايتها، يعني في منعطف، نحن في السودان في منعطف خطير جدا. المطلوب من كل الأطراف في السودان ارتقاء بفهمهم للأحداث، لمجريات الأحداث، التعامل بإدراك واقعي واعي لما يجري في الساحة السياسية على مستوى العالم. ونقطة مهمة أحب أضيفها، أنه الإرادة، دعنا نتوقف هنا، ويبدو أن هناك الرئيس السوداني يتحدث الآن إلى الشعب السوداني، نستمع إلى هذه الكلمة مباشرة.